استاذ احمد من الشرقيه اتفضل. استاذ احمد السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا باشا اخبارك؟ الحمد لله. والله يا استاذ سامح انا كلمت حضرتك قبل كده بالنسبه لمصر في الصرف بتاع نمره 7 مصرف جزيره البيضيه مركز الحسينيه. نمره 7 الرياضيه الحسينيه، كلمتني امتى؟ كلمتك من شهرين. من شهرين، قلت لي ايه؟ قلت لك بالنسبه للمصرف عنده مسدود وفي اشجار وكده، وحضرتك قلت لي بعد يومين هيكون عندكم الكراكه هنتعامل معاه ونطهره. محدش جه. لا جم بس خدم دخان من الناس وسابوا الشجر زي ما هو وعملوا اي شغل اي كلام كده، هم جم. طيب عملوا ايه بقى احكي لي؟ يعني شغل تطهير اي كلام وسابوا الاشجار زي ما هي وسابوا كل حاجه زي ما هي، الميه مش ماشيه اصلا، الميه واقفه لدنا ومش ماشيه في البحر اللي هو بتاع فؤوس. حاضر. وعندنا مشكله ثانيه يا استاذ سامح. اتفضل. بالنسبه لنا احنا من سنه 90 ما بنصرفش كيماوي. ليه؟ ليه؟ احنا كنا الاول حياة زي دي كانت وضع عيال. ايوه. والارض دي اتربطت علينا وخلصنا. ومعانا وصول بكده. فروحنا عشان نصرف الكيماوي ادولنا جواب من الاملاك لزراعه الحسينيه. الو؟ انا سامعك. ادونا جواب لزراعه الحسينيه يا استاذ سامح. ايوه. هنا المدير اللي في الزراعه اسمه محمد نابت ما رضيش يستلم الجواب. قال انا ماليش دعوه، لازم النمره تخلص على بعضيها. طب انا معايا 5 فدادين ومخلصين، انا ذنبي ايه بالناس اللي مش خلصت؟ عينيا الاثنين. نعم عينيا. انا هكلم السيد وكيل وزاره الزراعه، يعني ايه هو مش عايز يستلم الجواب؟ انا راجل معايا عقدي وتابع جمعيه، مش انت عندك جمعيه؟ لا يا احنا لا ما معناش عقد يا باشا، ما خدناش عقد. امال انت ايه؟ واخدين وصول ان احنا مخلصين اللي علينا. واخدين ايه؟ وصول من مصلحه الاملاك ان احنا سددنا المبلغ اللي علينا. طيب. الاملاك ما بتديش عقد الا بالنمره على بعضيها. انت معاك الوصل ده؟ معايا وصول. اه مش وصل ده، انا معايا وصول. طب انا هحدد لك ميعاد النهارده تروح تقابل وكيل وزاره الزراعه ان شاء الله، وخد معاك الورق بتاعك ده علشان نشوف طريقه صرف الاسمده بتاعتك. طب ما انا رحت يا استاذ سامي قبل كده واداني جواب والزراعه هنا مش راضيه تعترف ليه بالحسنيه. طيب يبقى انت نكلم له المهندس علاء عفيفي يا فاطمه. ماشي؟ كلمي له المهندس علاء عفيفي وبلغيه بالمشكله وقولي له ان هو بعد ما جه لحضرتك وحضرتك اوصيت ان يستلموا الجواب منه وياخدوا الاجراءات، الاداره الزراعيه رفضت وبلغيه انه لازم يتواصل معاهم. ليه حق ولا ملوش حق؟ لو ملوش حق يقول لي وانا هقول له، انما ما نسيبش الراجل رايح جاي. يا استاذ سامي. ايوه. يا باشا دلوقتي احنا دلوقتي دي نمره على بعضيها 160 فدان. انا معايا وصل لي المعلومه، هو حوض 160 فدان، انت راجل سددت عندك 5 فدادين ومعاك وصل من الاملاك ان انت راجل مسدد فعايز تصرف السداد بتاعك. انا فهمت، بشكرك.